تفرغت من الهوايه ديالي وجبرت كثير، جبرت راحتي عاد وجدت نفسي عبد الفقير الكراكي الحقيقي اللي كان 11 سنه كيرسم لي بيتي بورتري ولي ديسان الى اخره. عاد جبرت راسي انا هو انا، ماشي انا هو اللي فرضوا عليا محاماه او فرضوا عليا فحال الطير في القفص مسجون في المكتب ونتاع الاوامر والتليفونات والصداع والكاتبات، ماشي ما كنتش واجد راحتي فيها. اختارني ربي نكون رسام، يعني بالصغر ديالي ملي كنت صغير كنت كنشوف امي كتعدل ديك الشيء ديال النقش وداكشي ديال البرودوري وداكشي ديال الطرز، وحتى الوالد ديالي واخا راقنا واخا كان يعني كان كوميسير في الشرطه الدوليه وفي بعد الاستقلال، كان عنده واحد الضربه ديال الخط ديال التهوى ربما وردت عليهم جوج كيقولوا المتاهنا الطنجاوي اللي فيه شي طبيعه ما بيها. انا ملي كنت صغير وانا كنرسم لي بورتري وكنرسم المناظر ديال المسطح ديالنا في المحجر الكبير، وكنت يعني واحد الهوايه فيها غريبه، كنت يعني مسحور بالفن. النهار اللي دوزت البكالوريا ديالي المونسيون في الليسي لونيو كانت عندنا واحد البروفيسور ديال الفيلوزوفي معتبر مدام ليكا فات، قالت لي انت رسام واياك تعمل شي حاجه. تلاقاتني بعد داكشي كنت في الجامعه في الرباط، تلاقاتني في ليبراري ديكور قالت لي اندرا فين خصتي بالمهنه ديالك، قلت لها مشيت نعمل الدوره طاحت بدا كتخوف كتصيح كتقول لي نو تي فا ريوسي نعمل الدوره، قلت لها مدام لا سي سكو ما دوني تو نو ريوسيغا با قالت تو في ان بانتر قالت تو ان بون بانتر قالت تي انا رسام فنان ماشي غير رسام قالت ارتيست. معنا بقيت هذا كان بروفيسور ديالي عاود مسيو جيروفي اللي ختو هي مقابله على ليبراري دي كولون كاملين توفى، كان كيوجهني فما كان شي مباراه دوليه كيقول لي عدل شي حاجه كنشارك، ديت جائزه على لي اي اون اوتيك دو فرانس، شاركت واحد الجاليري بروفانسا كان باقي راميس كان رسامين كبار، شاركت معاهم مع الناس اللي بروفيسور بروفيسيونيل وديت جائزه ديال الجاليري بروفانسا، وشاركت واحد المباراه اخرى عاود عملتها لا ليغ انترناسيونال دو لا بريس ديت لا ميداي دور، اي باقي عندي مخبع على ميداي دور ديال الكونكور انترناسيونال اورغانيزي بار لا ليغ انترناسيونال دو لا بريس. طنجة كانت مازال ما كاينش فيها البنايات وهاد الفيلات وهاد العمارات، كانت كلها مناظر طبيعيه. كان خروج كنت طريقة انطباعيه عند الله، لان كنقرا كتب على الانطباعيه لي زامبرسيونيست، زرق قوي صفر قوي ان بو دو فوفيزم بحال كنرسم كنرسم. من بعد عاود كنمشي نهون لابلاج كنشوف ديك الناس كيجروا الشبكه تاثرت بهم، عندي شي لوحات مشاو ما بقاوش عندي، بقى غير هاد الصياد اللي كاين كنتاثر بهاد الناس كاملين. يعني كانت مدرسه طنجة بنفسها مدرسة، ما عطاونيش نمشي للمدرسة في الخارج العمل الأكاديمي، تعلمت مع الرسامين الكبار علموني، تشجع مع عند الناس، تشجع مع عند الوالد، وتشجع مع الأساتذة ديالي كاملين، يعني على كل حال جبرت نفسي، جبرت راحتي، رغم الصعوبات. هذا لاتولي قبل كيفاش كان؟ كانت يعني كنت كنرسم هذا الشكل هذا، المناظر ديال طنجة. حسن الحظ باقي هذا المنظر كاين في طنجة لأن ما هجمش عليهم البناء العشوائي إلى آخره، ورسمت شنو كنرسم اليوم، هذا اليوم، هذا المرسى ما هو بين البارح واليوم، أونتخييغ إي أوجوردي، اليوم القفاطين. كنت كنعمل كوليكسيون كنجمع ديال القفاطين القديمة اللي كانوا موجودين في عند بازارات قدام ولا الناس الأنتيكير ولا في الجوتية كان بالخصوص. كان ثمن بخس كنشريهم انا، كيقولوا هذا شنو هذا كيشري قفاطين مشرقين مقطعين، وانا كنشوف فيهم اللوحه. جبت واحد القفطان المره شفته قالت لي هذا كنت كترسم بالسكولتور ديال الخشب بحال هادو اللي هنايا، ودابا القفطان هو اني تماما قلت ايه هذاك تماما. كنطلب لي كلاوديو برافو عدلته له طلعته، كان هو في مرشان هذا المكتب لما شفتو يعني تبهرت بديك الخدمه، كيخدم مشقه وخدمه واستمرارية واستماتة. قلت هذا هو هذا هو الفن اللي كنبحث عليه، هنا ما مشينا لباريس ولا مشينا شي موضع، هذا الفن الفن هذا الفن حقيقي بصح. بديت كنرسم ديك القفطان تا 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 ثلاث شهور ديال الخدمة، شاف ديك القفطان معتبر هذا كيف عملته، طلع للمركز ديالو فين المرسم ديالو في مرجان، وبقات معلقة عندو، علقة تما عندو. واحد النهار هو ما جا عندي قال لي لا صيفط لي الشوفير، قال لي هذيك اللوحة ديالك بغا يشريوها شي ناس، جاو قالوا له هادشي اللي كترسم ياك لوطو برافو معتبر، الحق اللي عجبني في داكشي كله هو القفطان اللي عندك تحت، على قفطان رسمته مزيان معتبر.
قال لهم لا هذاك قفطان ماشي ديالي، هذاك قفطان واحد رسام راه عندكم في مدينه اسمها فخير كراكي. قالوا له ايه فاين تاهم الدرس؟ جاء عندي شراوه وطلبوا لي تاع 6 ولا 7 د اللوحات اللي كنخدم. داو ديك القفطان شافوهم الناس دار بيضاء في الرباط، شكون هذا اللي عدل هذا الشيء فلان؟ بدا كيجيو الناس طلبات كيجيو عندي سلطنجه عدل تعدل الحمد لله. كاين حاجه اللي ما كتعجبنيش في الموضوع كنزولها او كنزيدها، مثلا هذا الخط هذا طولته كثر باش يعطي واحد اللي كنقولوا فحال اللي كيقولوا لي زامبيرسيونيست لا غول. الخط الحقيقي ها هو، شوفوا كتصور ها هو هذا الخط هذا مع هذا الخط هذا. انا بالنسبه لي ارابيسك، بالنسبه لي واحد الخط كيعبر بحال الخطوط اللي كانوا قبل في اللغه العربيه في الفن العربي ديك الزرابيسك، هما بنفسهم كيعبروا بلا ما يكونوا من الواقع، ما غير من الخيال بحق ما كيعت فيهم التعبير. اللوحه اللي ما فيهاش التعبير ما غوغان ديك الرسام الانطباعي كان كيقول بغيتي ترسم شي طبيعه ما ترسمهاش بحال اللي هي هيداك. شفتي واحد الظل ازرق قبض احسن ازرق اللون الازرق اللي عندك وعملوه في ديك الظل. شفتي حمار عمل الحمار اقوى من ديك الحمار اللي كاين وشوف اللوحه كيف غتخرج. جاو كيلاحظوا عليك يقولوا لا هذاك الشيء ماشي الواقع، من الواقع كيجوز من الصفايا اللي عندي في الدماغ ديالي وفي عيني، والا ما غتكونش لوحه غتكون كارت بوستال. انا ما تعرف محمد السادس الله يرضي عليك واحد الدائره كبيره هذيك الله يرضي بفضل الرسام الاول سيدنا محمد السادس اللي هو كيهتم بالفن حتى هو كيرسم فهمتي يعني واحد الدائره كبيره واحد مؤسسه كبيره جات على الصعيد الدولي ماشي على الصعيد المحلي. حنا كنفتخروا بها عندنا لوحات فيها اقتنوا عندنا اللوحات وعدد اللوحات ديال التاريخ المغربي كله من الف حتى الياء عند من الرباطي الى فقير كراكي. الله ينصر الملك اللي هو كيهتم بالفن والفنانين بصراحه بصراحه هذا انسان لا شك فيها ولا غبار عليه. هو الرسام الاولي هو الفنان اللي كيرسم كيشجع الفن في المغرب بصراحه.